والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. آية كافوري معها أخبار الاقتصاد، إليكي آية. شكرا هبة، شكرا زينة، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تسجيل حركة الملاحة بالقناة أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 5,200,000 طن. وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديد إلى 62 سفينة حاليا. أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف ارتفاع صادرات القطاع بالنصف الأول من 2022 لتسجل 624,600,000 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 37%. وكشف التقرير الشهري للمجلس أن قطاع التغليف حقق نموا بنسبة 30% لتسجل الصادرات في هذا القطاع 363,900,000 دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022. رفعت الشركة المدرجة بالبورصة رأس مالها بقيمة 7,800,000,000 جنيه منذ بداية العام، وذلك بعد أن قامت 32 شركة بزيادة رأس مالها. كانت البورصة قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 20 مليار جنيه خلال عام 2021 و8,700,000,000 جنيه خلال عام 2020. في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في شهر عند 1790 دولارا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 914 جنيها، في حين وصل عيار 21 السعر اليومي إلى 1066 جنيها، ولامس عيار 24 1218 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب اليومي إلى 8528 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة ننتقل معكم إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بفعل بيانات عن نمو قوي للوظائف الأمريكية، وزادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 85%، ووصل السعر اليوم إلى 94.92 دولارا للبرميل. أيضا امتدت الارتفاعات لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وارتفع بنسبة 53%، ووصل السعر إلى 89.01 دولارا للبرميل. في حين انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.4%، ووصل السعر إلى 3.20 دولارا لكل لتر. وأيضا انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 71%، ووصل السعر إلى 8.06 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع العالمي استمر في التباطؤ في يوليو، محافظا على اتجاه نزولي لمدة شهرين متتاليين. وبالنظر إلى التغيرات في البيانات من الدول الكبرى، انخفض مؤشر الطلبات الجديدة في يوليو بشكل عام عن الشهر السابق. وكان مؤشر الطلبات الجديدة في الصين والولايات المتحدة وألمانيا أقل من 50%. وتشير القراءة التي تزيد عن 50% إلى التوسع، بينما تشير القراءة أدنى إلى الانكماش. انتهت جولتنا الاقتصادية.